ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو طلع ميت من الاسم. انا شايف ان الشرطه للاسف هي مش عايزه يعني تاهيل، بس اعتقد انها عايزه اعاده يعني تربيه. انا اسمي احمد مصري احمد فرج، انا الشقيق الاكبر لسامع احمد فرج اللي هو قتل في اسم جراء يوم 15 يناير الماضي. وكان سامح اساسا كان رايح يتوسط لولد شغال عنده اسمه حسن. حسن كان ممسوك في قضيه بتاعه طبنجه صوت، وراح سامح بالليل يوم الاثنين بالليل هو يوم 14، وخد وعد من رئيس المباحث ان هو يجي له تاني يوم يخرجه. فعمر سعود قال لي تعالى الصبح، ففعلا سامح جه حوالي الساعه تقريبا، وصل القسم حوالي الساعه 8:30، وانقطعت اخباره. بعد كده فوجئت زوجته اللي هي السيدة وفاء، بيقول لها تعالي اتعرفي على جثة سامح عشان سامح مات في حادث سيارة. اتفاجئت بناس بتخبط على الباب من اسم امبابة، قالوا لي تعالي انزلي معانا. فبقول لهم ليه؟ قالوا لي بس احنا عايزينك، رئيس المباحث عايزك تحت. فنزلت تحت، قال لي انتي مرات الحاج سامح؟ قلت له اه. قال لي طول البقاء لله، وعمل حادثة بالعربية وتوفى. راح اسم وراء قالوا لهم طب هو فعلا الحادثه حصلت هنا، ولكن هو يعني دلوقتي جثته موجوده في مستشفى الموظفين. فطبعا رحنا كلنا مستشفى الموظفين، الموظف فتح لنا. لما شفناه طبعا يعني ما كناش مدركين احنا بنعمل ايه. اكتشفنا في جسمه اثر كلبشات في ايديه وفي رجليه، وحوالين رقبته ازرق خالص، ولقينا رقبته دي منتفخه جدا جدا. هو كان بيلبس نظارة، عنده نظارة كارتيرة كده بيلبسها، ولقينا جزء من الشنبر مكسور محطوط، يبدو إن هو ملحقوش. وقلع جزمته وشرابه، ولابس يا دوبك هدوم التتقيل، بنطلون التتقيل وتيشيرت التتقيل، وهدومه مش موجودة، لا جزمته ولا شرابه ولا الجاكيت الخارجي ولا أي حاجة خالص. أنا اللي لحظة كده لما قعدت بيني وبين نفسي، حادثة عربية ازاي؟ يعني مفيش لا أثر لأزاز ولا أثر تعوير ولا أثر أي حاجة في وشه ما فيهوش اي خربوش حتى. اكيد حادثه عربيه يبقى فيه ازاز معور وفي حاجه، في دم، ما فيش الكلام ده خالص. هي بس الكلبشات اللي في ايديه وفي رجليه باينه وواضحه، ورقبته، وفي كدمات في ظهره في جسمه كله. بقى لما اخويا سالهم طب دخل هنا ازاي، قالوا في اتنين جابوه في عربيه وقالوا خلوه ده عندكم. طب محضر دخل بيه؟ لا، ما دخلش باي حاجه. طبعا عايزين يلموا الموضوع باي شكل، وطلعوا تصريح بالفعل من مفتش الصحة، وقال التصريح موجود جاهز وكرام ما يدفنوا ومحدش يجي جنبه وحاجات زي كده. وشوية لأن طبعا كان النيابة خدت الخبر، فوكيل النيابة أصر يحوله، هم حاولوا يضغطوا على وكيل النيابة، وكيل النيابة أصر إصرار غير عادي إن هو يحوله للطب الشرعي. في قضية مرفوعة بإدعاء مدني، وإحنا طبعا اتهمنا بعض الأشخاص. من خلال ما عرفنا كده، عرفنا إن في واحد منهم نائب المأمور كان عنده خربوش في رقبته. فإحنا طلبنا عينة من الجرح بتاعه ده، بحيث نعرف هل هو فعلا تعامل مع سامح، فسامح اضطر يخربشه عشان في تقليم اظافر من ضمن العينات اللي اخذت من سامح في المشرحه. يعني في تباطؤ شديد جدا ملاحظ في الطب الشرعي، لان حاله هم واخدين عينات من يوم 16/1، والنهارده يعني فات وقت طويل جدا. طبعا في حاله لو تقرير الطب الشرعي طلع لا يتفق مع العقل البشري زي ما حصل مع ابننا محمد الجندي، محمد الجندي ما ابننا برضه، ما هو اي حد بيقتل غدر ما ده ابننا واخونا وكل حاجه. لو حصل زي كده طبعا هنطعن في التقرير، وهنعيد تاني ونطلب لجنه ثلاثيه اخرى، وهنجيب طبيب شرعي بمعرفتنا، وهنكتب طلب تاني للنائب العام وللسيد وزير العدل. مش هنتوقف، مش هنتوقف، عشان دي حقوق الناس ودماء الناس مش سهله، وارواح الناس مش سهله عشان تزغ بالطريقه دي في اسام الشرطه، المفروض ان هي اصلا مصدر امان. المفروض انا لو عندي مشكله اروح اسم الشرطه تتحل، مش انا اروح بمشكله الواحد يروح على رجله ويخرج على ظهره. ده شيء لا يتصوره عقل. حصل لكل واحد ايده اتمدت عليه دجازه، من اول اصغر حد في الاسم لحد اكبر حد، لانهم كلهم اكيد كانوا شايفين اللي بيحصل، وكلهم مش قادرين يتكلموا. حتى اللي عايز يتكلم اكيد هيخاف ان هو يتكلم. معاملات الشرطه بهذا الشكل سابقا ولاحقا بيدل ان هم الحقيقه لم يطرا عليهم اي تغيير، رقم واحد. رقم اثنين، يبدو ان هم
ما استوعبوش الدرس بتاع الثوره. شباب زي الورد خرج بصدره ماسك سلاح ومسك وهزمكم انتوا، وانتوا كنتوا اعتى العتاب، وناس ظلمه وناس جبابره، وشباب زي الورد عشرينات وثلاثينات خرجوا وسقطوكم، ما استوعبتوش الدرس. شيء غريب جدا جدا. مفيش حتى لما تتكلمي حد مسؤول لك انا بتعامل بالورقه والقلم، فين هي الورقه وفين هو القلم؟ لا في ورقه ولا في قلم، مفيش غير فعلا القلم، بس القلم على الوش. مفيش غير تعامل غير بالسلاح، غير بالقهر.